أربعة. أو يطبع not found. هذا السؤال شلون راح نحل؟ طبعا عندنا الهيكلية مال البرنامج اللي هي ثابتة هاش انكلود وستريم هاش انكلود كونو دوت اتش اليوزنج نيم سبيس، وعندنا هسه الفويد مين الدالة الرئيسية قلنا نفتح قوس الدالة الرئيسية راح نعرف انتجر اكس والواي. هاي شلون راح نعطيهن قيم؟ نعطيهن قيم باستخدام السين للاكس ونكرر السين للواي، يعني ادخل لنا اكس وادخل لنا واي، راح يدخل لنا الاكس والواي. اوكي هسه عندنا شرط، اذا كان الاكس يساوي لنا الواي سوف يطبع 4 او يطبع not found. راح نجي بالاف الشرط اذا كان اكس يساوي الواي، طبعا هذا الشرط هنا راح يكون عندنا خطا. ليش؟ لان هنا يساوي راح تكون هاي عمليه احلال، كأنه ما قاعد نقول اكس يساوي 10 مثلا، هاي عمليه احلال تسمى احلال باللغه البرمجيه. حتى الاكس تساوي تساوي الواي هنا الشرط راح يتحقق، اذا كان الاكس يساوي يساوي الواي ايش راح يطبع لنا؟ سي اوت الاربع. طبعا هسه هذا الشرط الاول اذا ما تحقق راح يطبع لنا not found else see out not found، وقلنا اي not found طبعا قلنا اي كلمة تنطبع لازم نحطها بين double quotation. هاي هي استخدام الف. بالاخير طبعا انهاء البرنامج get ch وقوسين هذا البرنامج صار جاهز للاستخدام كود كامل وصحيح. بالاضافة الى ذلك طبعا ان باستخدام الاف او الفور راح ناخذها بالمحاضرات طبعا القادمة والسويتش، ان الاف هاي شرطها طبعا هذا البرنامج الى حد هنا خلص. هاي الشرط اذا كان عندنا مثلا اذا تحقق الشرط ضيف لي للاكس واحد اوكي وسوي لي سي اوت الاكس هنا بالاف راح يحقق انه اذا تحقق فقط اول statement راح ينفذه. حتى ينفذ هذا statement وهذا statement لازم نسوي اقواس، قوس الاول قوس الثاني نهايته. هسه هذا راح يعتبر سطر واحد وراح ينفذ هذا الشرط.